تحل اليوم ذكرى رحيل مخرج الدراما القدير إسماعيل عبد الحفظ، الذي أسرى الدراما المصرية بالعديد من الأعمال المميزة التي ما زالت خالدة في ذاكرة الفن والجمهور. وكون عبد الحافظ مع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة ثنائا فنيا، حيث قدم العديد من الأعمال المتميزة، وقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012 عن عمر ناهز 71 عاماً.